الواحد خدام في الاعلام ولا شي حاجه خصو ضروري يكون ديما على باج ويتبع لي زيفينمون لي كونفيرونس الاحداث لي فيستيفال اللي كاينين باش كنت انسبيراو منهم وكان حتى حنا براسنا كنكتشفوا الشباب كنكتشفوا المؤهلات كنكتشفوا الطاقات اللي ممكن يفيدوا ليميسيون ولا ممكن نستافدوا حنايا شخصيا منهم عمليا ولا شخصيا هذا هو اللي كاين صراحه في الاعياد ما نكذبوش على بعضياتنا اكثريه في الاعياد المناسبات ولكن حتى في الويكاند بعض المرات ولكن كنكونوا إلا كانوا شي خرجات عائلية وعزيز عليا بحال قلتي البصمة العصرية في اللباس التقليدي الحمد لله هاد السنة دازت عامرة ودازت شارجي ودازت دغيا الحمد لله كنعتبرها واحد الحصيلة إيجابية جدا لأنه ثبتنا الخطوات ديالنا في الإعلام مع ميديا ان تي في مع البرامج مع الشباب مع البرامج اللي كتكون موسميه مثلا في الاحداث الكبرى كما كوب 22 ولا مؤخرا العام اللي فات الانتخابات دونك دائما راه الاشاره وفي نفس الوقت باغي ندوز ميساج انه واخا تكون تجربه نسبيه متواضعه راني مازال كنتعلم وكتزيد نتعلم وطامح نعطي احسن ما عندي واحسن ما قد داكشي اللي كنتعلمو للجمهور المغربي ويلا بدينا في ديك المغامره الانسانيه حتى هي الله يسخر ليا والله يسخر لجميع الشباب واللي غادي يترقبوا هذا الحدث في حياتهم الله يوفقهم.